يو واتساب جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في رياكشن جديده. ورياكشن اليوم غاتجيكم على التراك ديال من في نظركم انتم شفتم في السبتايتل. That's normal. Anyway، عندنا تراك اليوم تبع فليكس مسمعين ولا مسمعين فيت حسين، يعني النيو جينيريشن الجامده، يعني فليكس مسمعين اوكي مع حسين. اوكي 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 حسين، فانا عملت رياكشن على حسين، كان جامد، انسان جامد يعني في الـ دريل، يعني فهم دريل وحاجات دي جامد. فليكس اي ثينك هو برضو سمعته بس ما عرفتش اذا انا عملت عليه رياكشن ولا لا، سيبكم من ده كله. المهم اني راح اعمل على هذا التراك اليوم. anyway ما نطولشكم بزاف، لك تقول مره كتشوف واحد اللايك سبسكرايب كومنت، تفعل الجرس لكي يصلك اي فيديو جديد نزلت على قناه تبعي، واللينك تبع الانستغرام في الديسكريبشن بيلو، واللينك تبع تويتش حتى هو في الديسكريبشن بيلو. راح نعمل لايف يعني كل ليله يعني نتحادث والحاجات دي كلها يعني. سو ما نطولشكم بزاف، كنتمنى انكم تدخلوا لعندي تويتش وتعملوا لي فولو في تويتش، هناك راح نعمل لايف كل ليله يعني ان شاء الله، ليش لا. سو ما نطولشكم بزاف وخلينا نسمع العظمه دي، فاهم علي؟ خلينا نسمع العظمه دي لان انا برضو بدي اسمع العظمه دي. سو يا حسين فليكس مسمعين برضو هذا الانترو. تراك دريل يا جماعه الخير، خلينا نسمع. تقدمت وماما جدد اخوك عمه، بس جميل وانا نفسي البح واخلص المجال في الشهر. معلمين والسمعه بنسبق على السليم، لو قلنا بنصدق مقطعين بطيقنا وسكه. معلمين على جهتك تمن وخليكوا تعيشوا مش واكله، صدقني لو هيقلك هاكلك لو قضيت هشحنه على مهلك. وخالق الخلق انا وشي الوش سندال وخطوه لورا ما بجيبش، ولو على بوتي فانا ما بجلونش وما بمحرش وبابا معكينش. غلط ده مش غلط، قلمين على وشه مفوقه لو حس انه هياخد ده الغلط، وانا جاي معاك افطر شاره واسمع من بقه انه اتصاره. ابعد التكنيك جامد يا جماعه الخير، هو ده فليكس برو. فليكس انت بقى الجد فليكس علينا في التراك هذا اخي ديالي. فليكس برو والله حاجه جامده، والله حاجه جامده جامده قوي قوي قوي. النيو جينيريشن جامده صراحه، دخلوا سرقوا المجوهرات ولا ما عرفت شو سرقوا يعني من المحل يعني، وانا شايفه انه محل مجوهرات. وصراحه اللي عجبني انه الكليب بروفيشنال، يعني انا بيعجبني لما يعني رابر بيعمل حاجه جامده يعني من كل الجهات يعني، فما علي الفيديو كليب التراك الماسترينج كل الحاجات يعني بيبقى عمل زي كده، حتى لو ما نجحش انا بصفق ليه يعني من الاخر يعني. كل شي خاف عليه عشان مننا ده، انا خاف عليه عشان معروف احنا على ايه، عادي نقطع له الناحيتين ولا يشغلني الجاي فين، مش اوزان ولا جمله شيء. معلمين والسمعه بتسبق على السليم، لو قلنا بنصدق مقطعين بطيقنا وسكه. معلمين على جهتك تمن مخليينكوا تعيشوا على صيتنا، وجاي جاي عشان لعبتنا ومطلعين اشبال علينا. ولا ايه كريمينال قطعي قبل ومثل عليهم ومقطع وش جميع اعدائي، حاجه انا يهبوا في بيكم بدري وهنتش منكم اللقطه، وعري اصليح نفساتنا زميلي احراس. وبقول لك يا عبيط علشان ما تعوكش لا تسيب في تروك، انا بخطف ولا اشوف قدامي اول يعني. اثنين رابرز مجموعين على تراك، الاثنين بيغنوا دريل جامدين، شو بتستنى من التراك انه يكون مش فشخ؟ انت سوا باور وا التراك جامد، حسين فليكس جامدين قوي. نفسك تعمل فيها زينا بس انت لا شبشب مش متشال، ده المقطع على عادي طلطين شفتك تخرب من فيها زينا بس انت لا شبشب مش متشال، ده المقطع على عادي طلطين اذا شفتك تخرب ما تجريش تتفتش في ثواني تفتيش، انا كاشحك على السكه ما فيش. فبقول لك لو عفك شكلك هيق لك او مخك واكلك باليرد وعلى يعني مرتاح في التراك يعني. انا عندي مرنن 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 جامد جامد. مخليينكوا تعيشوا على صيتنا، وجاي جاي عشان لعبتنا ومطلعين اشبال على ايدنا، مقطعين فتخاف تعملنا. دريل اجمد اثنين رابرز في دريل في
في مصر اللي بعرف انا طبعا يعني انا بعرف فليكس وحسين ممكن يكون رابرز ما بعرفش اذا انتم بتعرفوا سيبولي في الكومنتس وراح اخش واشوف يعني بس انا من وجهة نظر يعني بيجيني فليكس وحسين يعني انا بسمع عليهم كتير جيوني الاثنين رابرز جامدين قوي في الدريل دي يعني حقيقة اوكي سو التراك والفيديو انا ما عندي حاجة اقولها التراك فيديو كليب كل حاجة يعني جامدة فما لي التراك جايب 5 مليون فيوز شو بس السنة اقول لك التراك مش جامد لوك كمية الفيوز سو يا تشليكاين دوريكتد باي خالد ابراهيم جامد يحيى زكريا في الضاب يعني فوكس بولر احمد جمال يعني كل الناس جامدين والله جامدين ستايلس كلكم جامدين شكرا على هذا العمل الجامد على الجد الجامد سو يا تشليكاين كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم كنتمنى انكم تخليوا لي في الكومنت تراكات وحده اخرى باش ندير عليها رياكشن ان شاء الله كنتمنى انكم تفعلوا لايك سبسكرايب والكومنت وشير الفيديو عشان يرجع التفاعل